ملاك الحلال وبشرى وبام الجوال. مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. هذا المهرجان السنوي الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، يعتبر بمثابة حلقة وصل بين الأجيال ومناسبة أساسية لإحياء التراث لدى الأجيال الناشئة التي تعيش في بيئة معولمة ومنفتحة على سائر الثقافات. زوار المهرجان. عدد الزوار المتوقع 140 ألف زائر يوميا. إجمالي عدد الزوار طوال فترة المهرجان 4 ملايين زائر. الأحداث الجديدة التي تميز المهرجان هذا العام: موسوعة جينيس. سوف تعلن موسوعة جينيس للأرقام القياسية تسجيل المهرجان كأكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم من حيث المساحة، عدد الزوار، عدد الإبل المشارك في السباقات. المساحات. مساحة المهرجان لا يقارب 1,000,000 متر مربع. مساحة المحمية الحياة النباتية الطبيعية 44,709,876 متر مربع. مساحة المحمية الفطرية الحيوانية 242,294,037 متر مربع. منتجع الصحراء ديزرت ريزورت. تبلغ المساحة الكلية للمنتجع 236,000 متر مربع. لقد تم اختيار منطقة الصياهد الجنوبية برماح التي تبعد عن الرياض العاصمة 120 ميلا موقعا جديدا لمهرجان الإبل. يوجد عدد 6 مناطق لمواقف السيارات. مواقف كبار الزوار تتسع ل70 سيارة B1، تتسع ل70 سيارة B2. مواقف الجمهور تتسع ل490 سيارة B3، تتسع ل490 سيارة B4، تتسع ل2400 سيارة B5، تتسع ل2400 سيارة B6. منطقة السيارات الكلاسيكية. منطقة النافورة الراقصة. منطقة أنشطة الإبل. قرية الطفل. مكاتب اللجنة المنظمة. السوق التراثي خان الخليلي.
منطقة المجالس التراثية، شاحنات الطعام، المنطقة الترفيهية، منطقة المنطاد، مصارعة الثيران، المسابقات البدوية، منطقة السيرك، مهرجان الإبل في المملكة العربية السعودية، وجهة بارزة أراد لها أن تكون معلماً يربط بين حياة البادية بجميع مكوناتها وحياة الحداثة والنماء التي نعيشها. إنه رابط ثقافي بين الإبل سفينة الصحراء وبين شغف الجيل الجديد لمعرفة حياة الآباء. لقد قالها المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود: أنا ترعرعت في البادية، وأنا الأوان ليتعرف الأبناء على مكونات من صقل شخصية المؤسس لهذه المملكة. يليق بأن نطلق على مهرجان الإبل في دورته الحالية مهرجان بادية المجد.